كملت جد كملت ماكو حاجه لا اكيد لا انا ما نقول نحكي صار لك جد اليوم رجعت اليوم اول يوم جد ان شاء الله شباب هاي مو اول مره احنا هنا نجي يعني والله احنا نريد الاجراءات كل ما تتبسط اكثر حتى قضية الدفع اجراءات سليمه الحمد لله نريد الدفع الالكتروني يعني نريد هم الثقافه كل المواطن يساعدنا فيها نخلص من هذا الكاش والنقد ومشاكله عموما الخير والبركه ان شاء الله الله يبارك فيك الله يخليك الاخوه كلهم خدمتكم سيدي المرحله الجايه هو بيته يقدر يسحب الاستماره عن طريق الجهاز نقلل المراجعات لا من نريد المواطن ما لا من بيته سيدي من ممكن هذا اي ممكن بالعقد هذا هذا العقد راح نطبقه الحمد لله يخليك بالبلد احنا نريدك بعد اقل نريدك بالبيت تكمل معنا سيدي الوزير شو الصحه جنابك نفس الحاله نفس الحاله انا مالك لا طويل الحجي لا ولا بيشتري ان شاء الله الامور ماشيه ماكو ان شاء الله اكيد متعاونين كلش ماكو معقبين لا لا شلون تسجيل السنوي الحمد لله ماشي الامور نص ساعه قبل نص ساعه ست ساعات تصوير الحمد لله الحمد لله منو؟ انا عندي غرامات هنا 600 والناس على مليون 700 مليون 400 وهي سوبر بتعبات 280 والحال ما يستعملوه بشهر الغرامات شنو جبتها؟ الغرامات على مستشفى واقف على دكتور هنا صايره 600 عندي جيتها سحبت استمارة لقيتها 600 وجاي يدفعها هسه سحبت استمارة لقيتها 1,400,000 والحال ما يستعملوا بشاربك لا لا هذه اكو شكوى ضد المواطنين من الغرامات اولا هي السوبر 82 تثبت بدون ما يريد المواطن يكتب مشاهدتي مو اثنين هو بالبصره وجاء عليه غرامه بغداد نعم هذا لو غلط بالرقم لو اكو شغله فساد من يجي يسدد يسدد يعني مثلا 600 يلقاها 1,200,000 بالضبط هسه جاي سدد 600 هم نخف الله عليك نص العام الله هل ادفع 600 ونعم راسي سير رئيس الوزراء وشعبك الله حياتنا بدك تضاعف سيادتك بس نشكر مدير الامور العامه عن هذا الموقف لانه كنا قبل نعاني تاجيات هذا فتحها للرصافه يعني لقدنا به السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بالنسبه للمعامله الحمد لله والشكر كله انجاز بس اكو شغله واحده صعبه وهي السياره من قرص من منافذ نهائي هذا يعني انت المفروض هي حكومه الكترونيه قرص يجي بالباركود تجي هنا تدقه اتفقنا وياهم ان المنصه الموجوده بس وزراء ويا من؟ منصته اي كاتب العدل صارت الكترونيه باركود بعد ما في صحه صحيح القسام الشرعي من المحاكم باركود بقت عندنا بس الجمارك التاثير يمهم يعني لو شويه هم نفسهم نربطها خلال ايام تنتهي هاي الشغله ما ننتظر يصير هذا الربط تدز على المدير سيدي باركود بس يكون الكتاب يخليه بالمركز البيانات هم لازم يكون عندهم حتى مركز البيانات لو لا مباشر جاهز مثلا ما عندهم مشكله رئيس بس ربط يفتحون نافذه مركز البيانات الوطني بلا ما ما عندهم مانع عارف ذاك اليوم فتحت المحل اتفقنا الجمارك بس واحد راح يكون التوقيت اتفقنا نعمل الجمارك اعتبارا من واحد واحد راح يصير مده كامله راح بعد يدخل السياره بالحدود يقول له رقم فحص تجينا مباشره المعلومات كامله سيدي اعتبارا من واحد واحد